في كشكول مشاهدينا وفي خبرنا الأول راح نذهب إلى مصر، حيث تسعى جمعيتان في مصر لأن توفر مأوى آمن للحيوانات التي تساء معاملتها أو الضالة أو المصابة. ويجمع العاملون في المؤسسة أو يجمعون على حماية الحيوان بالجيزة، ويجمعون الكلاب الضالة من الشوارع أو من أماكن يحددها لهم متطوعون في صفحة المؤسسة على فيسبوك، ويهتمون بها. وتتولى المؤسسة حاليا رعاية أكثر من 300 كلب، وتعتمد على تبرعات لعلاج الحيوانات المريضة. أما الجمعية الثانية التي تؤوي حيوانات فهي جمعية إيجيبت كوين أيد، التي أسستها جيل بارتون لرعاية الخيول والحمير المريضة والمصابة وعلاجها في المستشفى التابع للجمعية. توفر بارتون كل الخدمات الطبية مجانا، وتأمل أن تساعد أصحاب الخيول الذين لا يستطيعون علاج حيواناتهم المريضة، لا سيما من يعتمدون على تلك الحيوانات في كسب رزقهم.